السلام عليكم، الاخبار الامور ان شاء الله بخير. طبعا هسه راح احمل هاي يسموها ميني اسكيفيدر، حفاره صغيره يعني. طبعا هذا التاجر يعني ديلر، ف هاي جديده، بعدها جديدة ما مستخدمة. لوك راح يخلوه لها ديزل، راح يجيب لي ديزل على مود اخذها اوديها للشركة. طبعا هاي شنو هنا النظام بكندا، لو تشتريهن غاليات لو تأجرهن. تأجرهن شلون يعني؟ يعني تاخذها ليس مثلا 3 سنين، ورد 3 سنين لو تشتريها انت منهم تبقيها عندك، لو ترجعها لهم. فهسه هاي مثلا جديدة براند نيو يعني، بعدها ما ماشية المساحات موجودة، المي الاحمر. طبعا هاي كلها راح يصير وسخ، هذا الكرسي كله راح يدمرون السواق. راح ناخذها بعدين ورا 3.5 سنين، هي لو 3 لو 3.5، اكو نوعين يعني، اكو 3 سنين واكو 3.5. بعدين من تخلص يعني تخلص العقد، يخلص نرجعها لهم، ترجع مثل هاي مثلا او مثل هاي. شي يسوون؟ يعرضوها بالمزادات، يبيعوهن مزادات او يبيعوهن مستخدم او يأجروهن تأجير، يعني هواية امور الهن. فهاي الشغلة هنا أنا بكندا. هسه انا راح يجيب لي ديزل راح اعبيها لانه ما بيها، وراح اصعدها هنا أنا بهذا التريلة واسحبها اروح الموكتن. طبعا هاي انا هسه بفرادكتون، فرادكتون تبعد تقريبا ساعتين. هسه هاي صعدتها وشددتها ربطتها، هم نفس العملية اكس، ذني تضربهن اكس هنا واحد وهنا واحد، وهاي السكوب هم مشدها. وهسه راح اتوكل بالله واطلع ارجع الموكتن، راح اصوركم شوية من الشارع. طالع
طبعا جديدة جبناها زيرو يعني. هذا المفتاح مالتها، هذا البنزين الديزل، وهاي الحماوة، هذا السرعة. تسويها سريع او بطيء؟ هاي المساحات، هاي التبريد، هاي مال الفلاش اللايت، وهاي مال الصوت، مال من ترجع يطلع صوت فيه. وهاي التبريد، منظومة التبريد مالته، هاي من هنا تشغل. طبعا هاي جديدة، هذا الراديو، هاي الفتحة السقف. طبعا هاي تنفتح القزازة، وهذا ينفتح. ما تمشي اذا مو تنزل هاي. هسه هذا اللايت، هذا الجير، هذا الجير مال هاي الجو، هاي الجو، هذا الجير لهاي الجو، وهذا الجير مال هاي الكيلة. يمين ويسار، يعني الشغل يمين ويسار، تفتح وتنزل، وفوق وجوه بهذا. وهذا ستيرن مالتها، اثنين هن تفاحن تمشي، اثنين هن ارجعهن ترجع، ومن ارد الوف يمين ولا يسار اقدم بس هاي، بس هاي تلف على اليمين، بس هاي تلف على اليسار، اثنينهن تمشي، وهاي تلف الكابينة كلها يمين ويسار. وتحياتي وسلامي للجميع.